ازيك؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ لو انت قاعد فاضي كده، تمام، تعالوا اوريكوا كده عربيه. لو معاك فكه كده في البيت 3 4 5 مليون جنيه، تعالوا اوريكوا عربيه. وان اوف وان، وان اوف وان، حاجه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دي جي ال سي 63 اس، حاجة كده مفيش منها اتنين في مصر فعليا. في 8 باي تيربو فور ماتيك فور ويل درايف، يعني جنط 21، جنط 21، كاوتش 265 40 21، اللي هو صباح الفل. مرايات كربون فايبر، كراسي بوكيت سيتس، انتيريور كربون فايبر، طاره كربون فايبر، كونسولة كربون فايبر، كله كربون فايبر. عربية ما شاء الله ما شاء الله، حوار. وديتها يعني 5 مليون جنيه مش حوار يعني. تعالوا بقى افرجكم على ظهرها. جي ال سي 63 اس ديفيوزر، بس انت اصلا كربون فايبر، بس قشطه مش حوار يعني عادي. داكتيل صايع قوي، الدكتيل ده صايع قوي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. احب اقول لكم يعني ما شاء الله ما شاء الله. تعالوا بقى نتكلم على السبيكس بتاعت العربيه دي بتفاصيل كده. العربيه دي بالظبط بتطلع 510 في 8 4000 سي سي، ماكسيموم تورك 700 نيوتن متر. يعني لو هيقارنوها بيقارنوها بالاوروس، بس الصراحه دي مزه عن الاوروس. مش عارف يعني، هي اذواق، بس غشيمه شكلها، مش غشيم بس هي غشيمه الصراحه يعني. بس قولوا لي انتوا لو قدامكم تختاروا دي ولا الاورس ولا الوحش ده جي تي 63 اس، تختاروا ايه؟ في الكومنتات بقى، في الكومنتات في الكومنتات. وبعدين دي مش حوار يعني، كلها 5 6 مليون جنيه مش حوار يعني. يا دي يا دي. ما شاء الله ما شاء الله.